بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للاستضافة. بإذن الله هذا التعاون والاتفاقية اللي تم توقيعها مع شركة نمر اللي هي جزء من شركة إج، هي بداية مشوار على تعاون بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة إج الإماراتية وخصوصا شركة نمر في العربة اللي هي اسمها جيس. طبعا هذه عربة أثبتت جدواها، وبإذن الله الاتفاقية على أساس نعمل مع بعض كيف ممكن نسوقها في المملكة العربية السعودية وتصنيعها كاملة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة نمر.